ازيكم يا جماعه واهلا بيكم في فيديو جديد. زمان اي حد كان بيروح يشترك على الانترنت ما كانش بيشيل هم الراوتر ده خالص، يعني هو كان بيعمل حسابه على الاشتراك بتاع الخط الارضي واشتراك الانترنت، وموضوع الراوتر ده ما كانش بيشغل دماغه بيه لان زمان الراوترات كانت ببلاش، وبعدها لما نزلت راوترات الفي دي اس ال الراوتر بقى ب 5 جنيه، ف 5 جنيه مبلغ بسيط يعني مش هتحس بيه وانت بتدفعه، فبرضه اكنك ما اشتريتش الراوتر وبتدفعهم على مده 5 سنين، وبعد كده بتدفع مبلغ بسيط وبالراوتر بتاعك وما بتدفعش تاني. بعدها لما نزلت راوترات السوبر فيكتورينج وبعد كده بقى اسمها البريميوم برضو الموضوع كان بسيط، اللي هي 10 جنيه في الشهر وبتاخد راوتر قوي جدا ومش بتدفع ثمنه بالكامل مره واحده، بتدفعه على 5 سنين وبعدها برضو بتدفع 100 جنيه تقريبا وتتملك الراوتر. ولكن اللي عملته شركه وي لو انت متابع كده في اليومين اللي فاتوا ان موضوع ايجار الراوتر اتلغى، ومش بس ايجار الراوتر اتلغى، لا ده الراوترات كمان سعرها غيري اكتر من السعر اللي كان موجود. في فيديو النهارده بقى انا جاي اقول لك الاسعار الجديده بتاعت راوترات وي، وهل الراوترات ديت بعد ما سعرها بقى اغلى وبقت كمان ما ينفعش تقسطها ولا تاخدها ايجار تستحق ان انت تدفع فيها المبلغ ده فعلا والفلوس اللي انا هقول لك عليها دلوقتي دي، ولا في بديل لكل راوتر من الراوترات وي بره بنفس السعر او بسعر قريب منه وهيديك مميزات احسن. ده بقى اللي هنعرفه في فيديو النهارده، نقعد كده نجرب ونقارن علشان تبقى خارج من الفيديو ده مقرر انت هتشتري ايه. فبالتأكيد طبعا قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك الجميل بتاعك وتنزل تشترك في القناة لو انت ما اشتركتش علشان يوصلك كل جديد. الفيديو ده برعاية موقع كيز اوف، واللي من خلاله تقدر تحصل على سريالات تفعيل اصليه لويندوز 10 او ويندوز 11 او اوفيس 2021، وكل ده بسعر رخيص جدا. وعمليه الشراء سهله وبسيطه، يعني مثلا هتختار ويندوز 10 برو وهتعمل اد تو كارت، وبعد كده هتكتب كود الخصم علشان تاخد خصم 50%، وويندوز 10 سعره هيوصل معاك ل $7.58، وهتكمل عمليه الشراء بشكل عادي وتدخل بياناتك وتدفع عن طريق باي بال او الكريدت كارد بتاعك، وهتستنى شويه لحد ما يتم تاكيد عمليه الدفع، وبعدها هتلاقي السيريال اتبعت لك على الايميل، وبكده بقى معاك ويندوز 10 اصلي 100%. كل الروابط الخاصه بموقع كيز اوف واكواد الخصم هتلاقوها في الديسكربشن تحت الفيديو. حتى لحظه تصوير هذا الفيديو شركه وي بس هي اللي غلت الراوترات بتاعتها، انما باقي الشركات اسعار الراوترات عندها زي ما هي. لو جينا نشوف بقى الفئات بتاعت الراوترات الموجوده فهنلاقي الهاي اند وهنلاقي البريميوم. الهاي اند هو راوتر هواوي اتش جي 633 سعره شامل الضريبه 684 جنيه، والبريميوم هتلاقي منها 3 موديلات على حسب الفرع اللي انت رايحه، هتلاقي هواوي دي ان 8245 وهتلاقي زد تي اتش 188 ايه وهتلاقي الزكسل، وسعر الراوترات البريميوم هيكون 1083 جنيه شامل الضريبه. كل الموديلات ديت اتعمل لها ريفيوهات هنا على القناه، وكل الموديلات اللي احنا هنقارنها بيها من بره من تي بي لينك مثلا اتعمل لها برده ريفيوهات هنا على القناه عشان انت لو عايز تشوف، ولكن انسى ريفيوهات بقى اللي اتعملت ايام كان الراوتر ده ب 10 جنيه وسعره شامل الضريبه 700 جنيه بس، لان طبعا اكيد الكلام هيتغير. فمجرد ما هتروح لشركه وي هتلاقي قدامك ارخص راوتر موجود هو الهاي اند اللي هو الهواوي اتش جي 633 وسعره 684 جنيه شامل الضريبه. الراوتر ده هو راوتر كويس جدا ومحترم جدا زي ما اتكلمنا عنه في فيديوهات قبل كده، ولكن مش ب 684 جنيه تماما. ليه؟ لان فيه بديل ليه وسعره اغلى منه بحاجه بسيطه، ولكن فعلا فرق السماء من الارض، وهو طبعا معشوق الجماهير تي بي لينك في ار 300. الراوتر ده يا جماعه الناس بتحبه بشكل غير عادي زي ما انا شفت على الجروب، لانه بيديك كل الحاجات والاستخدامات اللي انت ممكن تبقى عايزها في الراوتر بتاعك، وكمان سعره مناسب، يعني هو يعتبر ارخص راوتر بيديك المميزات دي، هو ارخص راوتر دول باند من تي بي لينك. وسعر الراوتر ده طبعا اكيد غلي زي ما كل حاجه غليت، فبقى دلوقتي في رينج 800-820 جنيه، يعني فرق تقريبا بينه وبين الراوتر 633 بتاع وي 100-140 جنيه. هتاخد انت ايه بقى بال 140 جنيه الفرق دول كده؟ وركز معايا علشان انت اللي هتقرر. فانت معاك سوفت وير فيه كل حاجه انت ممكن تحتاجها، ولو اتفرجت على مراجعه الراوتر مراجعات راوترات تي بي لينك هتعرف كلامي كويس جدا. وعندك كمان ابلكيشن موبايل تقدر تتحكم في الراوتر وفي كل حاجه انت عايزها، بقى تقفل حد تشغل حد من الابلكيشن بكل صوره بضغطه واحده، حتى لو انت بره البيت اصلا تبقى شايف مين شغال على الانترنت عندك في البيت، تخش تغير باسورد واي فاي، تخش تقفل على حد تشغل على حد، فالموضوع ده جامد جدا. والجامد جدا طبعا انت عمرك ما هتلاقيه في راوترات هواوي هو الباندويث كنترول. طبعا في حيل وطرق ممكن تحدد بيها السرعه في راوترات هواوي بس تبقى مش مظبوطه تماما، ولا تقارن بالنظام اللي انت ممكن تاخده مع تي بي لينك في الباندويث كنترول. خلي بالك الفي ار 300 بس هو اللي فيه باندويث كنترول، بعد كده في كواليتي اوف سيرفيس هنتكلم عليها كمان شويه، انما ده اخر راوتر من تي بي لينك فيه الميزه دي. فانت بقى تقدر تحدد السرعه لكل الاجهزه اللي عندك في البيت، تعمل اسم تاني للواي فاي، تحدد له سرعه معينه، تعمل لكل جهاز عندك في البيت سرعه معينه. كمان بقى في ميزه برده جباره مش هتاخدها في الراوتر الهواوي بتاع شركه وي، وهو ان التي بي لينك ده انت ممكن تشغله على اي شركه انترنت. مش بس كده بقى، ده انت كمان لو ربنا كرمك والخطوط عندك اتحولت لاف تي تي اتش وبقى عندك فايبر وشركه وي جابتك الاو ان تي، انت ممكن تخش جوه الراوتر وتقلبه وايرلس راوتر. فانت كده محصن ضد المستقبل، مجرد ما يتلغي موضوع سلك التليفون الارضي ده خالص ويجي لك بقى او ان تي وفايبر،
فانت هتوصل الاو ان تي بتاعك في الراوتر الفي ار 300 في البورت رقم 4 وتقلبه وايرلس راوتر، فيشتغل وايرلس راوتر بدل ما تحتاج تشتري وايرلس راوتر بقى اللي هو بيبقى فيه بورت لونه ازرق وبيبقى سكه تانية خالص. كمان الفي ار 300 في ميزه ان تردد ال 5 جيجا هرتز بتاعه اقوى بنسبه 20% تقريبا من الهواوي اتش جي 633. فانت شوف كل المميزات اللي انا قلت عليها ديت، لو انت محتاجها او هتحتاجها في المستقبل بالتاكيد تدفع ال 120 ل 140 جنيه الفرق دول وتجيب الفي ار 300. طيب لو انت شايف انت مش هتحتاجها اصلا ومستمر مع شركه وي على طول ومش محتاج بقى سوفت وير ولا تحديد سرعه ولا اي حاجه من اللي احنا اتكلمنا فيها دي، خلاص يعني وفر ال 140 جنيه دول وهات الهواوي اتش جي 633. طب تعالوا بقى نروح لفئه البريميوم من راوترات وي اللي هي بقى سعرها هيبقى 1083 جنيه ونشوف يعني هل السعر ده برضو مناسب للراوتر ولا ممكن نجيب بديل ليه من بره احسن. لو جينا نشوف شركه وي بتقدم راوترات ايه دلوقتي من راوترات البريميوم، فهنلاقي اول راوتر اللي هو الهواوي دي ان 8245، ده اول راوتر نزل سوبر فيكتورنج، وللاسف مش هتلاقيه بشكل كبير يعني نادرا لو لقيته في اي فارم الفروع، ده يعتبر احسن راوتر في الثلاثه اللي هنقولهم النهارده في البريميوم. بعد كده هتلاقي عندك الزد اي اتش 188 اي، وده راوتر انا ما بحبوش تماما وقلت كده في الفيديو علشان السوفت وير بتاعه رخم جدا، والهواوي اللي نزل قبليه كان افضل منه بكتير قوي في كل حاجه، فعشان كده انا اتقفلت من الزد اي ده. وبعديها بقى نزل الراوتر الزكسل اللي هو يعتبر راوتر برده كويس جدا واحسن من الزد اي ولكن مش احسن من الهواوي، وحاجه كده بين الزد اي والهواوي، كان راوتر كويس جدا ومستقر جدا وبيقدم مميزات جميله جدا وكان فيه تحديد سرعه اول ما نزل، ولكن يعني على حسب ما انا سمعت من الناس شفت على الجروب ان الشركه عملت سوفت وير ابديت الراوتر من عندها وشالت تحديد السرعه اللي كان موجود فيه اللي اتكلمنا عليه في الفيديو. فانت دلوقتي بقى محتاج حاجه بريميوم، محتاج حاجه قويه جدا، وقدامك الراوترات بتاعت شركه وي دي، ايه بقى اللي ممكن نقارنه بيها ونشوف الراوترات ديت هل هي احسن ولا ده؟ بالتاكيد طبعا هنروح للتي بي لينك الفي ار 400 فيرجن 3، راوتر من الراوترات الممتازه جدا والجباره جدا. عايز اقول لكم ان في فيرجن احدث اللي هو الفي ار 600 الاغلى منه الاجمد منه، ولكن انا حبيت الفي ار 400 اكتر علشان القيمه مقابل السعر افضل. فتعالوا كده نقارن. لو جينا مثلا نشوف السوفت وير، فهنلاقي طبعا سوفت وير تي بي لينك رقم واحد، مفيش كلام في الموضوع ده، زي ما قلنا كده من شويه كل الاوبشنز اللي انت محتاجها هتلاقيها عندك وابلكيشن الموبايل كمان. لو جينا نروح بقى في الجنب الثاني اللي هو بتاع الهواوي دي 8245 وزد تي اي والزكسل، هنلاقي الهواوي سوفت وير بتاعه كويس وحلو يعني ما فيهوش برده اي مشكله غير ان هو كان تقيل شويه، بس هو ده راوتر جبار وانا برده بحبه جدا. انما الزد تي والزكسل مش احسن سوفت وير ممكن تلاقيه، يعني لو جينا نقارنهم بالهواوي الدي ان والتي بي لينك لا هم يسحقوهم بصراحه. ولكن لو اعتبرنا ان السوفت وير بتاع الهواوي دي ان والسوفت وير بتاع تي بي لينك في ار 400 الاثنين كويسين جدا، ولكن في حاجه برده هتلاقيها في التي بي لينك مش موجوده في الهواوي زي ابلكيشن الموبايل. فالموضوع ده ما فيهوش كلام، الموضوع بيسهل عليك كتير جدا، تخش تتحكم في كل حاجه من وانت اصلا بره البيت. هتلاقي عندك ايه تاني في تي بي لينك؟ هتلاقي عندك الكواليتي اوف سيرفيس اللي هي بالمناسبه موجوده في كل الراوترات البريميوم بتاعت وي بس مش شغاله، جربتها اكتر من مره ما بتشتغلش. الكواليتي اوف سيرفيس هي بكل بساطه ان انت بتقول للراوتر السرعه اللي عندك قد ايه وتحط اجهزه في اولويه قصوى واولويه اقل، والاجهزه اللي انت حاططها مديها اولويه ديت طول ما هي بتستخدم الانترنت بيقلل السرعه من على بقيه الاجهزه اللي في البيت علشان دي الاجهزه الاساسيه. انت جيت دلوقتي قمت من دمج الجهاز او ما بتعملش داونلود او مش محتاج السرعه ديت، فيبدا يديها تاني لبقيه الاجهزه اللي هي محطوطه في اولويه اقل، علشان لو انت عندك جهاز اساسي بتستخدمه في الدراسه في الشغل بيطلع لايف بتعمل ستريم بتلعب جيمز فما يتاثرش لو حد عمل داونلود في البيت او ابلود. فطبعا يعني كواليتي اوف سيرفيس ده اختراع عبقري، فانت بما ان انت عديت ال1000 جنيه او 1200 جنيه في سعر الراوتر لازم تدور على راوتر فيه كواليتي اوف سيرفيس، لان فعلا بيغير تجربه الانترنت تماما. الراوترات ديت سواء التي بي لينك او البريميوم بتوع شركه ويك، كروت اللام بتاعتهم 1 جيجا عشان طبعا لو انت عايز تستخدم في نقل الملفات، طبعا كلها راوترات دول باند وبنفس السرعات، كلها 300 ميجا على 2.4 جيجا هرتز و867 ميجا على 5 جيجا هرتز. التي بي لينك في ار 400 هيقدر يشتغل معاك على اي شركه انترنت، انما البريميوم هيشتغل معاك على شركه ويك بس. تخيل انت جايب راوتر ب 1100 جنيه وحبيت تغير شركه الانترنت فبترميه او تشغله اكسس بوينت، يعني حرام بصراحه. والفي ار 400 بيشتغل معاك برضو وايرلس راوتر ممكن تقلبه من جوه سوفت وير وتركب الاو ان تي بتاعك في البورت رقم 4 وتركبه في اي 4 جي راوتر اي راوتر تاني في البورت رقم 4 وبيشتغل وايرلس راوتر عادي جدا. فكده دي كانت المميزات اللي الفي ار 400 بيتفوق فيها، وبالتاكيد هو متفوق في كل حاجه. الحاجه الوحيده اللي بيتفوق فيها بيها راوترات البريميوم بتاعت شركه وي ان هي بتسبورت البروفايل اللي هو 35 بي اللي هو بتاع السوبر فيكتورنج اللي بيقدر يوصل لك سرعه انترنت على الخط الارضي لحد 200 ميجا، فانت مش محتاج سرعه الانترنت عندك توصل ل 200 ميجا وتشتغل البروفايل الجديد، فبالتاكيد انت كده هتروح للفي ار 400. لو انت محتاج بقى 200 ميجا دي يعني لينا كلام في الموضوع ده لسه كمان شويه، فكده هتروح للفي ار 400 اللي هو سعره 1300 جنيه تقريبا في الرينج ده،
ف 1300 جنيه مقارنه ب 1080 جنيه، فرق 200 جنيه. فاكيد هتروح للفي ار 400 فيرجن 3، لان الفي ار 400 فيرجن 3 بصراحه يعني كم المميزات اللي موجوده فيه اكتر بكتير قوي من ال 200 جنيه اللي انت ممكن تدفعهم كفرق. يكفي بس انت لو حبيت تغير شركه الانترنت عشان تاخد عرض من شركه تانية، او واجهتك مشكله مع الشركه، مش هترمي راوتر تمنه 1100 جنيه كده على الارض. طب انا بقى يا عم انيس عايز سرعه 200 ميجا، انا راجل بقى عندي شغل ومحتاج ابلود بقى ال 50 ميجا بتاع الوي ماكس الجديده، محتاج داونلود قوي جدا، وانا لا انا محتاج انترنت قوي ولازم سرعه عندي 200 ميجا طول ما هي موجوده الخط الارضي بتاعي يتحمل السرعه دي. فهل بقى اجيب الراوترات الجديده بتاعه شركه وي اللي هي 1083 جنيه ديت البريميوم خلاص عشان هي بقى اللي بتسبورت البروفايل ده؟ ركز معايا كده شويه، انت دلوقتي راجل جايب انترنت محتاجه عشان شغلك، وبالتاكيد شغلك ده بيدخلك فلوس، فبالتاكيد طبعا من غير كلام هتروح للتي بي لينك في ار 600 فيرجن 3 اللي بيسبورت البروفايل ده، بالاضافه لكل المميزات اللي موجوده في التي بي لينك في ار 400، بس بقى بسرعه اعلى في ال 5 جيجا هرتز والسيجنال بتاعته اقوى شويه من الفي ار 400. فالفرق اللي انت هتلاقيه بين راوترات شركه ويل بريميوم والفي ار 600 فيرجن 3 هو 600 جنيه في السعر. فانت كده كده راجل جايب اصلا الانترنت ده لشغلك او لحاجه مهمه، بدل انت مشترك على سرعه 200 ميجا وبتدفع 1140 جنيه في الشهر، فبالتاكيد ال 600 جنيه الفرق بين الراوترين دول مش هيفرقوا معاك، علشان انت اكيد محتاج حاجه تظبط لك شغلك. عايز اقول لك ان انت لو بتحتاج الانترنت في شغل فمستحيل تعرف تشتغل من غير الكواليتي اوف سيرفيس، مش معقول اي حد يعمل داونلود عندك في البيت او اي حد يعمل اي حاجه ياثر على الشغل اللي انت بتعمله، لازم كواليتي اوف سيرفيس عشان الدنيا تبقى منظمه، بالاضافه طبعا بكل الاوبشنز بقى والمميزات اللي هي بتاعه تي بي لينك اللي موجوده اللي انت ممكن تبقى محتاجها بشكل كبير اثناء شغلك. نيجي بقى لملخص الفيديو. طبعا اللي شاف الفيديو من اوله لاخره وانا بحييه طبعا، هو اكيد دلوقتي قرر وهو عارف هو هيشتري ايه. راوترات شركه وي زي ما شفنا بعد ما سعرها زاد بشكل مبالغ فيه شويه بقت لا تقارن بالمميزات اللي احنا ممكن ناخدها براوترات اللي من بره. كنا ممكن ناخد راوترات وي عشان ال 10 جنيه في الاول عشان سعرها ممكن يبقى اقل شويه، ياخد راوتر بريميوم ب 700 جنيه، انما دلوقتي لا، احنا لو جينا نفكر كده هنلاقي ان احنا لا نشتري بقى، دام هندفع بقى فلوس بندفع فلوس حاجه تقعد معانا وحاجه تبقى بتاعتنا ونشغلها على اي شركه انترنت وناخد اوبشنز ومميزات اكتر. طب انت دلوقتي خلاص قررت انت مش هتشتري راوترات وي، هتشتري راوتر مثلا من تي بي لينك، تشتري الفي ار 300 ولا 400 فيرجن 3 ولا 600 فيرجن 3؟ انا بقى هعمل فيديو مقارنه تفصيليه بين الثلاث راوترات دول عشان تبقى خارج من الفيديو عارف ايه اكتر راوتر مناسب بالنسبه ليك ويعيش معاك مده اطول. اكتبوا لي في الكومنتات لو انتم متحمسين للمقارنه بتاعه الفي ار 300 والفي ار 400 والفي ار 600، عشان لما بلاقي كده كومنتات بعملها بشكل اسرع. وكده احنا خلصنا، سوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو، تنزلوا تشتركوا في القناه وتابعونا على فيسبوك وانستجرام علشان يوصلكم كل جديد. شكرا جدا على المشاهده، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.